من جديد اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ويمكن كنت اتكلمت شويه في بدايه هذه الحلقه عن هذه الفقره واللي ليها علاقه اكثر بمستقبل صناعه السيارات في مصر. احنا فين من هذا المجال وهذا القطاع اللي يمكن دول عديده سبقتنا في المغرب، جنوب افريقيا، تركيا، واللي بقى فيه دلوقتي نوع من انواع التنافس والتسابق في اي دول هيكون او هيتم عليها هذه الصناعه، اللي زي ما قلت لحضراتكم هي الصناعه ام، وهي بتوفر العديد من فرص العمل، شكل تكنولوجي مختلف، صناعه هامه جدا، واحنا كنا بادينها من زمان الحقيقه، بس يمكن هنتعرف اكثر احنا بقينا فين واين مصر من هذا القطاع وهذا المجال. خلوني ارحب بضيوفي الكرام، استاذ رأفت مسروقه الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات امك، استاذ عمرو سليمان سكرتير شعبه السيارات بالغرفه التجاريه بالقاهره وممثل لقطاع التصنيع، استاذ عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفه الصناعات الهندسيه. اهلا بحضراتكم. خليني في البدايه استاذ عمرو عايز اسال حضرتك، احنا فين من صناعه السيارات في مصر؟ احنا حاليا متاخرين قوي في صناعه السيارات في مصر. يعني لابد من انا شايف يكون هناك رعايه من الدوله انها تساعد هذا القطاع ان هو ينهض ويبقى فيه تصدير، لان من غير تصدير ومن غير انتاج كمي مش هنقدر. يعني الناس النهارده بتشوف الدول اللي زي المغرب وتركيا ازاي وصلوا لانتاج عدد كبير من العربيات، احنا عايزين برضو نوصل بتصديرنا، وهو ده الحل الوحيد لصناعه السيارات هنا في مصر. احنا لازم نجيب الشركات الام، واحنا عندنا شركات ام كبيره هنا في مصر، عندنا نيسان، عندنا جنرال موتورز. لو قدرنا نجذب هذه الشركات ونعمل معاهم تعاون غير اسماء شركاتنا يعني ما دي شركات ام كبيره معانا، فما نقدرش ان احنا نتجاهلها، لان هي دي شركات اوريدي موجوده وشركه ام، فهي اللي هتقدر تضخ استثمارات كبيره، وهتقدر النهارده من خلالها ان احنا نصدر للدول اللي حوالينا. لابد من ان احنا كدوله تقدم تسهيلات وتقعد مع الشركات دي تشوف ازاي نقدر نصدر. ده موضوع يعني لابد عشان نتقدم في صناعه السيارات. التصدير. التصدير ده من غير التصدير، لان ده بيجر وراه بقى الصناعات المغذيه بقى، لان عندنا شركات كتير صناعات مغذيه في مصر، هيجر وراه بقى كل الصناعات دي، هتبقى كثيفه وبتشد وراها عماله ونطلع للعالميه بقى. استاذ عبد المنعم عايز اسال حضرتك عن المكونات المحليه، هل المكونات المحليه اللي موجوده عندنا ممكن نقول ان هي بتعمق الصناعه، ممكن نزيد من نسبه المكون المحلي ده بشكل او باخر؟ شوف حضرتك، انا بس اسمح لي ابدا الاول بان الصناعه هي العمود الفقري لاي اقتصاد. دي مهمه جدا، وبعدين صناعه السيارات هي صناعه الصناعات، ودي كلمه معروفه للجميع. صحيح. وطبعا واضح ليه، لانها بتضم كل الصناعات، فيها صناعات معدنيه، فيها صناعات نسيجيه، فيها صناعات مطاطيه، فيها كل ما حضرتك تتخيلي من صناعات موجود في السيارات. وان جوهر هذه الصناعه هو الصناعات المغذيه. الصناعات المغذيه هي الاساس الذي يجب ان يتم الاهتمام به اهتمام كبير. طب ليه الصناعات المغذيه ما تطورتش؟ عشان النقطه اللي عمرو بيه قالها، الاعداد القليله اللي تمت في صناعه السيارات في مصر. صناعه السيارات في مصر لم تتطور لانه لم يوجد هناك رؤيه للحكومه في اي عصر، الحكومات المتتاليه لغايه دلوقتي ما فيهاش رؤيه. رؤيه يعني ايه؟ يعني هو بيسيب اللي يعمل 1000 عربيه في السنه يعمل، اللي يعمل 5000 يعمل. اقصى عربيه كانت بتعمل مثلا 10000 عربيه في السنه، وده رقم ضئيل جدا. كان المفروض الحكومه ان تتدخل مع الشركات الام حينما يتم التعاقد، وتقول ان هو ايوه انا موافق ان فلان يعمل شركه سيارات، بس بحد كذا، بحد مثلا ادنى كذا، عدد تصنيع سيارات معين. وحتى لو قال ان انا هبدا ب 1000، اوكي ابدا ب 1000، بس خلال 5 سنين توصل ل 10000 مثلا. عدم وجود هذا الكم اولا بيضعف جدا الصناعه. احنا كصناعات مغذيه لا يمكن ان نضع استثمارات الا اذا كان هنا حجم يكفي لهذه، ينفع ان انا اعمل استثمارات في هذا، لاننا كثير من هذه الصناعات ما ينفعش غير تكفي عربيه، يعني ما ينفعش قطع، في كثير ما ينفعش قطع غيار، يعني اللي بيعمل كرسي ما ينفعش بيع كرسي قطع غيار، اصل في ناس تقول لك طب ما تعمل وتصدر.
والتصدير بقى كمنتج اصلي للشركات الاجنبيه ده صعب جدا مش سهل. هو ممكن وفي عندنا شركات بتصدر هو ام يعني منتج اصلي، في شركات صناعات مغذيه بتصدر، ولكن هذا الطريق صعب جدا مش سهل يعني. فانا شايف ان غياب رؤيه الحكومه، انا على فكره مش عايز من الحكومه تخفيض جمارك والكلام اللي الناس فاهمه، ابدا ابدا. انا عايز تبقى في رؤيه يعني، ساعه ما يجي نعمل مش نسيب 19 مصنع بيشتغل وتلاقي اللي بيعمل 1000 واللي بيعمل 2000 في السنه. انا عايز ابدا قوي. وبعدين عشان ابدا قوي يقول لك طب مش السوق ما يستوعبش. اوكي ما يستوعبش، انا اجي بقى الشركه الام واقول لهم مثلا ايه اعملوا 100000 70000 نصدرهم 70% يعني نصدرهم و30% نخلي السوق. احتياجات السوق، احتياجات السوق مش هتستوعب 30% كتير لان احنا ماركه واحده. الحكومة بقى تدعم بإيه؟ بالتاكسي والحكومة والقوانين اللي هي تفضيل المنتج المحلي وهكذا. فرؤية الحكومة كانت قاصرة ودي اللي وصلتنا اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو غير مرضي. خليني اسال حضرتك استاذ رافت، احنا يعني مش هقول لحضرتك من بداية فكرة تصنيع السيارة في مصر، ولكن مثلا خلينا نقول من 10 سنين اللي فاتوا ايه اللي اخرنا في صناعة السيارات في مصر؟ هل هي رؤية حكومة؟ هل هي تقاعس ربما من 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 الشركات اللي بتصنع هنا؟ يعني فين المشكلة يا فندم ان احنا تأخرنا وصلنا النهاردة؟ الحقيقة المشكلة اللي نقدر نقول إن كل الأطراف كانت واعية بمشاكل قطاع صناعة السيارات، ونقدر نقول إنه صناعة السيارات لما اتعملت الشراكة الأوروبية بالذات كان معروف إنه بعد ما وصلنا لاتفاقات إنه نعمل 10% تخفيض جمارك اعتبارا من 2010 لحد 2019 إن هنا في نقطة فاصلة، صناعة السيارات لن يكون لها أي نصيب من النجاح في مصر إذا ما كناش ناخد إجراءات مفصلية في صناعة السيارات قبل 2010، مش قبل 2019، قبل 2010. فالحقيقة اتجاب مكتب استشاري ضخم جدا في سنة 2004 وكلف أنه يعمل رؤية استراتيجية لصناعة السيارات في مصر. من حسن حظي أنا كنت أحد أطراف الستيرينج كوميتي بتاعة اللجان، وكان فيها ناس كبار في ذلك الوقت، وكانت الكونكلوجن وكانت النتيجة اللي طلعنا بيها في 2000، وطبعا الدراسات خلصت 2006، انه اذا كناش قبل 2010 نصل للحل في صناعة السيارات فيجب ان نتركها الى الصناعات المغذية. وصلنا الحل ده؟ انا لا ما وصلناش. فاحنا جينا قالوا لو ما وصلتوش لحل ما فيش قدامكم غير الصناعات المغذية، فاهتموا بقى بالصناعات المغذية. اللي حصل انه الحقيقه يعني القائمين على الصناعه بقى نفسهم، مش الدوله، مش الصناعه، اللي هم اصحاب المصانع الوكلاء الحقيقه خدوا الامور بعدم جديه الواجبه. اصبحت الحمايه كنوع من الفرض على الدوله، لازم تخلي لي الجمارك عاليه جدا وتشيل مني الجمارك، الجمارك بتاعت المكونات تقريبا حوالي 6-7% والجمارك اهي محطوطه. الدوله جت في سبتمبر 2004 2005 نزلت الجمارك اللي بتاعه العربيات 1600 من 100% ل 40%. فوجئنا بقى في 2005 ان المبيعات زادت في مصر بنسبه 62% في 2005، 62% ده رقم ضرب الصين وضرب كل الدول اللي هي فيها بيسموها الاميرجن كانتريز او الاسواق الناشئه. كان لازم نستمر في الاتجاه ده. الحقيقه استراتيجيه صناعه السيارات في العالم هم اثنين، ما فيش غير اثنين، يا اما تصدر عشان يا اما تنتج عشان تصدر، يا اما تنتج عشان تستهلك. ما فيش حل غير كده. نشوف الاثنين ماشيين ازاي. الصين عملت صناعه سيارات عشان تستهلك، فالصين المليار و400 مليون كانت جمارك السيارات بتاعتها لحد بدايه الالفيه 21 دي القرن 21 كانت بتاخد 200% جمارك. لقيت الموضوع كده مش هينفع. كانت الفكره ان 200% جمارك ده نوع من الحمايه عشان الناس تشتغل وتصنع بقى عربيات صيني، لقوا الامور فشلت فخلوها 100%، الامور اتحركت شويه بالنسبه للسوق الصيني، خلوها 50% بعد كذا سنه، خلوها 25% السنه دي من حوالي 5-6 اشهر خلوها 15%. ايه اللي بيحصل؟ انه السوق بيكبر جدا،
لما السوق بيكبر يعني نقدر نقول ان السنه دي السوق الصيني مثلا استهلك داخل على 30 مليون 29 مليون عربيه في السنه، اكتر من امريكا واوروبا، يعني امريكا واوروبا على بعضهم كده اقل من الصين. يبقى المصانع تروح هناك ولا ما تروحش؟ تروح. كل المصانع الاوروبيه ده يبوسوا ايديهم عشان يروح. الاستراتيجيه الثانيه اللي هي ابتدت بيها الهند بس ما نجحتش بقى قوي، لان الهند ما قدرتش توصل مستوى الاستهلاك المحلي بالارقام الكبيره لتفاوت الدخول عندهم عبر الولايات الهنديه المختلفه واهتمامهم بالثري ويلرز والكلام ده، فما قدرتش. مين اللي خد الكوره ولعب بيها كويس قوي بقى؟ واحسن مثال هو المغرب. نعم. المغرب استهلاكها الداخلي رقم بسيط جدا، ولكن لما جت تعمل استراتيجيه صناعه سيارات وفكرنا في اغادير عملت ايه؟ جابت شركات ام زي ما عبد المنعم قال، لازم شركه ام تيجي. ما يقدرش يجيب مستهلك مغربي يقول له اعمل لي صناعه سيارات، او يجي اثنين مستهلكين يعملوا شركه كده يقولوا هنعمل. ليه؟ لان لما جابوا رينو تعمل الاستثمار الاول اللي حطته رينو وقتها مليار دولار عشان تعمل مصنع، مصنع صغير. طيب عشان تعمل مليار دولار في المغرب تعمل ايه؟ عايزه كميه مشجعات وحوافز. تاخد المشجعات والحوافز منين؟ من الدوله. منين من الدوله؟ من راس الدوله. قالوا مش هنتعامل غير مع راس الدوله. لا هقعد مع رئيس هيئه ولا هقعد مع مدير مصلحه، انا عايز الملك. تقول الملك احنا هنعمل كذا 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 كذا، الملك قعد معاهم فعلا واداهم مجموعه محفزات خلت رئهم يجري وانطلقوا. هنا بقى نقول ايه؟ انه مجموعه الحوافز دي في الاول بعض الناس قالت يا خبر ابيض، دي المغرب اتباعت ببلاش، دي المغرب ضاعت، ده المغرب ده الفساد مش عارف عمله. اللي حصل بقى انه بدراسات الجدوى اللي تمت المغرب استردت كل التحفيزات اللي اديتها والحوافز اللي اديتها لشركه رينو وهتديها للبيجو وهتديها للاخرين في اقل من 5 سنين، والباقي كله مكسب اللي هو بقيه ال 15 سنه اللي هو حق الامتياز. وبالتالي فنقدر نقول انه صناعه السيارات في مصر كان معروف ان فيها مشكله، ما خدناهاش بالجديه اللازمه، بالعكس ده احنا لما عملنا اتفاقيه اغادير كل بتوع صناعات السيارات اللي هنا قالوا بقى ايه ده جم لحد عندنا، احنا بقى هنصدر عربياتنا لاغادير وهم بقى يصدروا بقى التوم والبصل والحاجات بتاعتهم دي. فوجئنا بعد ثلاث سنين باعتين طلب يقولوا خدوا العربيه الفلانيه دخلوها مصر. قلنا لهم تدخل مصر تعمل ايه؟ قالوا دي عربيه انتاج اغادير يعني تبعت في. قلنا لهم ازاي؟ فين ال 40% مكون محلي؟ قالوا له اهو. فين البتاع؟ احنا كنا لسه هل فعلا الكفايه دي اتعرضت على مصر قبل ما تروح؟ اتعرضت ازاي؟ اتعرض يا خبر ابيض، ده ليها دراسات في مصر يعني ده انا شفتها. اتعرضت علينا الاول. امال ايه؟ ده بالعكس، ده احنا قلنا ان احنا ضحكنا عليهم، ده احنا ربنا كتب لنا الاتفاقيه دي عشان نجاه لينا. هم سبقونا بالمبلغ الرهيب ده، ولدرجه ان اللجنه الوزاريه اللي طلعت المغرب عشان تشوف ال 40% ذهلت لانه طبقوا الاتفاقيه صح. يعني ايه 40%؟ اولا ما عملوش زينا هنا بقى ويقول لك لازم تديني 60% لا 40%. وال 40% في المغرب الاول ابتدوا بيها ازاي؟ كانوا بيجيبوا من اوروبا، ما هي اوروبا شراكه معانا، يبقى انا والمغرب واوروبا دول كانهم دوله واحده. فلما بيجيب حتى المكونات من اوروبا في الاول كانت تعتبر انتاج مغربي وبيحطها، لحد ما العدد زاد الشركات المغذيه الاوروبيه راحت المغرب وعملت المنتج المحلي في المغرب. فالمغرب النهارده متوقع السنه الجايه يصدر عربيات ب 10 مليار دولار. الحقيقه حضرتك قلت نقاط هامه كتير جدا وعايزه ارجع لحضرتك فيها، بس خليني اروح للاستاذ عمرو. يمكن كان الاستاذ رأفت قال خلال حديثه انه القائمين على الصناعات المغذيه كانوا مش عارفه يعني كان نوع من انواع الاستغلال للحمايه بتاعتهم. لا للصناعات العاديه، صناعات السيارات او صناعه السيارات يعني في يعني مستغلين الوضع الحكومه حاطاه وبنضغط بشكل او باخر وفي حمايه في السوق. ايوه الحقيقه الوضع اللي كان قائم هو الحقيقه الكلام اللي قاله مسروق بيه طبعا كلام منطقي جدا. صناعه السيارات صناعه استثماراتها كبيره جدا.
ولابد شركات الأم هي اللي تخش نجيبها تستثمر بأرقام يعني مليار دولار أول استثمار، مصنع كده صغير. ولكن هي إيه الحوافز اللي اديتها الدولة للمغرب عشان النهاردة تبتدي تصنع عربيتها هناك وتعمل مصنع بهذا القوة؟ فلابد ان احنا كمان احنا ما بنيجي نعمل حوافز لحد، لكن احنا تنازلنا عن التراب السامي والحاجات اللي الناس بتقعد تقولها. فحقيقي يعني لا، دعم الدولة في الاتجاه دوة، وان هي تجيب شركة ام وتتفاهم معاها ان يبقى انتاجها كله للتصدير، ده هيدفع القطاع ده للعالمية زي ما الدول التانية عملت. فاحنا لابد ان احنا نركز في الحتة دي. حضرتك عندك تجربة في تجميع وتصنيع السيارات في مصر. أيوة. الشركات المصرية ايه التحديات او المعوقات ان احنا نعمل قفزة او مش بننتج كميات كبيرة مثلا هنا في مصر؟ هو التحديات دلوقتي طبعا بعد زيرو جمرك، الاتفاقية الشراكة الاوروبية واغادير من زمان بتجيلنا. احنا النهاردة بندفع على المكونات اللي بنجيبها من بره لتجميع العربيات مثلا من 5-7%. فيعني ازاي انا النهارده مصنع او بجمع عربيه في مصر وبشغل عماله وبشغل مهندسين والمفروض ان انا عايز ازود انتاجي وانافس، وازاي النهارده حضرتك بتدفعني على المكونات من 5-7%؟ ده انا بطالب ان الكلام ده يتشال فورا على طول، وكمان تعفيني من رسم التنميه، لان العربيات برضو اللي بتيجي من اوروبا النهارده لغايه 1300 سي سي بتعفيها من رسم التنميه. احنا النهارده لو قدرنا ننزل بالحتتين دول اللي هي نشيل 5-7% ونشيل رسم التنميه، هنقدر نخفض سعر العربيه للمستهلك وهنقدر نزود انتاجنا، وربنا يسهل نعرف نصدر. هي برضو الخطوه اللي نقدر نشوفها بقى، يعني يمكن احنا فاتنا اللي فات. طب ما نفكر بقى في العربات الكهرباء اللي جايه بقى، ده العالم كله رايح اتجاهه النهارده للعربات الكهرباء، ازاي يجذب النهارده مستثمر؟ بس انا فهمت كلامك كده يا فندم انه وفقا للوضع الحالي احنا لا هنقدر نصدر ولا هنقدر نخفض سعر الموجود. لا، التخفيض هيجي لو يعني لو لو الدوله ادت للمصانع الداخليه النهارده بعض الحوافز اللي بنقول عليها، اللي هي يشيل الجمرك اسوة بالزيرو جمرك الاوروبي واتفاقية اغادير، والسنة الجاية تركيا زيرو جمرك كمان، هنقدر نخفض السعر للمستهلك المصري، لان برضو بدور على المستهلك المصري وبدور النهاردة. ورسم التنمية لازم نشيله برضو لغاية العربات الـ 1600. هنا هنقدر المصانع، خلي بالك بتاعتنا شغالة بنص الطاقة بتاعتها. طب انا عايزه يزود الطاقة بتاعته ويستوعب اكتر عشان النهارده يعرف يرخص المنتج بتاعه. ليه؟ لا انا بس عايز افهم نقطه ما حضرتك تقول شغاله بنص الطاقه، هل ده لانه السوق مش مستحمل اكتر من كده، ان احنا مكافيينه من شركات اخرى؟ يعني ما هو النهارده المنافسه بقت قويه، المنافسه بقت قويه، واحنا يعني مجمعين النهارده مش شايفين ان في حوافز، يعني او ما الدوله ما بتديناش حاجة نقدر نقاوم بيها. النهاردة الأوروبي لما نزل أسعاره وخفض أسعاره ضغط على الإنتاج المحلي، خلاه برضو يخفض أسعاره. طب المنافسة بقى، أنا عايز النهاردة تشيل لي زيرو جمرك زي التانيين، ما هو النهاردة دي يعني أنا أجمع ليه؟ ما أنا أجيب العربية النهاردة من أوروبا خلاص زيرو جمرك، ما يعني ايه اللي هيخليني اجمع؟ السعر متقارب للدرجات. طبعا نزل وخلى المصانع تنزل اسعارها، وده ضغط يعني. فاحنا بنطالب ان نشيل الجمارك على المكونات ورسم التنميه لغايه 1600 يتشال. عايز اسال حضرتك على حاجه، هو سعر الايد العامله هنا غير اوروبا؟ طبعا هنا ارخص. هنا ارخص. هنا ارخص، واحنا مش عارفين نستغل الحته دي. طب وسعر الطاقه كمان ارخص؟ يعني الطاقه ابتدت ما شاء الله النهارده هتبقى، يعني ممكن نبقى على شهر 6 الجاي هنبقى بالاسعار العالميه. من شهر 6 بس يا فندم، خلينا في يعني في السنين اللي فاتت، يعني ما هي كانت هي بتتدرج، مفيش مقارنه. لا بتتدرج حضرتك، وهنوصل للاسعار يعني العالميه. لما كنا في كل حاجه اقل من اوروبا برضه ما عملناش حاجه، يعني طاقه عماله. ما هي عشان الاستراتيجيه بقى، احنا بنقول ايه؟ هو فكر
وزي ما مسروق واكيد أبيه قال، ضرائب اقل من ما اوروبا هو وبرضه مش مسروق أبيه قادرين قال ننافس. النهارده ايه، الملك بنفسه رعى هذا الموضوع، والشركه الفرنساوي اللي جت النهارده اداها كل التسهيلات واداها كل حاجه عشان تعرف تنتج وتصدر. فاحنا لازم نعمل الخطوه دي، لازم نجيب شركات عالميه كبيره ونقعد معاها، واحنا عندنا شركتين كبار هنا نقدر نعمل معاهم الكلام ده ونخلي انتاجهم تصديري، يعني نقدر نديهم حوافز للتصدير. لا على فكره في نقطه مهمه يعني قالها عمرو بيه، لو نلاحظ حضرتك في اخر يمكن شهر في خطوات جاده جدا وممتازه حصلت، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في انه يقابل مرسيدس وانه يقابل بيجو وان شاء الله لما يجوا بتوع اليابان يقابلهم، دي بتدي ثقه. رئيس الوزراء اعتقد قابل فولفو كمان، وانا مش فاكر يعني فولفو لما بيوصلوا هما للمستوى ده اعتقد انه الثقه عندهم بتزداد. نجاحنا يعني يمكن حاجه بعيدة، نجاحنا مع سيمنز خلت سمعه الاقتصاد المصري وسمعه السوق المصري وسمعه الرئيس المصري سمعه عاليه جدا بالمصداقيه والامانه والشفافيه. فانا اعتقد انه يمكن عمرو بيه برضه يوافقني انه اللي عمله الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوه هتكون هي مفتاح الفرج لصناعه سيارات، لان يعني مرسيدس جايه ان شاء الله بثقه كامله في الوعود اللي ان شاء الله يقدروا ينفذوها، وطبعا وبالتالي بيجو جايه ودي خطوه ممتازه. الحاجه الثانيه يمكن برضو اللي يهمني جدا ان عمرو بيه قالها، هو في مصر هنا في يعني مشكله سخيفه، احنا ازاي لحد النهارده يبقى عندنا 3 سيستم جمارك تقريبا، يعني ايه يعني سيستم لاوروبا زيرو جمارك، سيستم لاسيا وشرق اسيا جمارك كاملة، مكونات سيارات جمارك ثالثة، طبعا أغادير من الأول صفر. إذا ما كناش هنحطهم كلهم على قاعدة واحدة. الفندم هو ينفع نعمل الثلاثة لأنه اتفاقية الاتحاد الأوروبي تحديدا دي بقى لها سنين متفق عليها ومشيت بشكل تدريجي. طالما إن إحنا نجحنا في الاتحاد الأوروبي، وإحنا نجحنا قبل كده، التجربة دي أنا يمكن قلتها إنه في 2004 لما نزلنا الجمارك من 100% ل 40% السوق زاد 67%، 67% يعني اكتر من الصين. الصين كانت بيقولوا دوله اللي هو الاقتصاد الناشئ، لما كانت بتوصل 22 و25% يقولوا ده مين يعمل، انه النمو الطبيعي في العالم كان وقتها 3% و4%، لما احنا عملنا 67 ثاني سنه عملنا حاجه و50، ثالث سنه عملنا حاجه و40، يعني بيسموه تو ديجيت جروس، يعني ايه يعني رقمين، يعني رقمين في النمو. فالمبيعات زادت جدا، وصلنا 300 400 ألف، وكنا وقتها ما كملناش 70 مليون نسمه. النهارده انا عندي 100 مليون نسمه. 100 مليون نسمه دول لو قلنا انه لازم نبيع، يعني لو مسكنا ورقه وقلم وحطينا الشغل الاكاديمي لازم نبيع مليون عربيه في السنه، لازم. لو قدرنا نوصل للمليون عربيه في السنه الانتاج والمصانع هتجيلك لحد عندك كمان بتحفيز اقل من اللي احنا متخيلينه، لانه ضامن انه يبيع جزء كبير من انتاجه جوه البلد زي ما حصل مع الصين. فهنا النهارده ازاي اوصل لمليون؟ ان انا اخلي سعر العربيه بالسعر العالمي. لازم اشوف طريقه. طيب واحد تاني يقول يعني ايه؟ يعني نشيل الجمارك بتاع نشيل، يعني نشيل ضريبه القيمه المضافه شيل، لو هي دي الحل هنشيل رسم التنميه نشيل. بس بيحصل ايه؟ ان القيمه اللي انت هتاخدها نتيجه انك انت قد تخسر بعض الموارد السياديه، زي كل الناس ما بتهاجمني وتطلع تقول الله ده احنا ازاي هنخسر موارد سياديه، ده البلد مش ناقصه. لا، ما انت هتخسر جمارك 3 4 مليار 5 مليار 6 مليار هتاخدهم ضرايب لان المبيعات هتزيد جدا، هتاخدهم ان السوق ابتدى يتحرك فيه الاموال بحريه اكتر. فالسوق المصري لو كمية الأموال المحجوزة لصالح العربيات في اتجاه، هل أنا عندي مساحة جوه للمستهلك لهذه الفكرة أو هذه الرؤية؟ يعني أنا فندم عندي سوق يستحمل ده وإن أنا لازم أحقق مكاسب كمان من الضرايب؟ أمال إيه؟ أنت لما تبيع مليون عربية الضرايب بتاعتهم قد إيه؟ مليون رقم كبير قوي الحقيقة يا فندم، صعب ان احنا نوصل له مره. لا ليه؟ ايران بتجيب مليون عربيه. 194,000 دلوقتي ايران مليون عربيه. احنا يعني انا عايز اقول حاجه، احنا عملنا دراسه الحقيقه لما كنا بقى سارحين قوي في 2006 و2007
ورحنا الاتحاد الاوروبي وراح تعرف الناس اللي راحت بتوع الامل. ايوه تمام. وكانت احنا كان لازم 2018 كان نوصل مليون عربيه. كان 2020 هنوصل مليون عربيه. احنا وصلنا لكام دلوقتي؟ احنا بنراجع. وصلنا 194. 194 السنه دي قفلنا عندنا 194. احنا نزلنا، لكن لو وصلنا مليون كم من شركات هتيجي معانا؟ استاذ عبد المنعم، عايز اسال حضرتك وجود دلوقتي ورجوع مرسيدس ومفاوضات مع بيجو ورئيس الوزراء مع فولفو، ده معناه ايه؟ الحقيقه دي ثقه في الاقتصاد المصري. الله. ثقه كويسه جدا، بس الجدعانه بقى ان احنا نستغل هذا استغلال كويس. يعني بمعنى ان انا فعلا تبقى دي جاذبه للناس انها تيجي وتفتح شركات اخرى تفتح، بس المهم عندي ان يكون هناك رؤيه دائمه للحكومه مع هذا، بمعنى انها تقول له ايه، طب انت هتيجي وهتصدر، طيب ما تجيب صناعات مغذيه معاك، ويعمل بكم برضه عشان يجيب صناعات مغذيه اجنبيه حتى، ولو جت صناعات مغذيه اجنبيه احنا كصناعات مغذيه مصريه هنشترك معاه ونعمل جوينت فينشر معاه او علاقات تجاريه معاهم وهنستفيد منهم، ممكن هم يستفيدوا من المصانع الموجوده حاليا. بس انا عايز ارجع لحضرتك، قلتي سؤال كويس قوي، ليه احنا اسعارنا بتبقى غاليه؟ الاسعار غاليه طبعا. حضرتك قارني الصين بتعمل قريب من 30 مليون عربيه في السنه، احنا بنعمل كام بقى السنه اللي فاتت؟ 195 الف، دي مبيعات السيارات كلها، لو قسمناه قلنا انهم 50 مستورد و50 محلي، يبقى احنا بنتكلم في 80,000 و70. شوفي 80,000 من 30 مليون، قيسي على كده. بس المقارنه بالصين صعبه جدا يا استاذ منعم، ممكن اقارن بدول قريبه لكن اقارن بالصين؟ انا بس عايز اقول لحضرتك من حيث الاعداد ومن حيث النمو الاقتصادي، يعني مقارنه صعبه. لا انا مش قصدي اقول كده، انا قصدي اقول ان المصانع بقى، المصانع اللي بتنتج دي، لما واحد يجي ينتج جزء فيه مثلا، لما يجي ينتج جزء منه 30 مليون غير لما واحد بينتج جزء فيه 80,000، طبعا تكلفه اللي بيعمل 80,000 عاليه، ده اللي بيخلي تكلفتنا. على حضرتك سالتي قلتي احنا عندنا الطاقه اقل والعماله اقل، طب ليه احنا سعرنا اغلى؟ لان هو عنده ده، هو الصين ساعات في بعض المنتجات بتبص للمنتج كده تلاقي ان ما فيش غير خامه تقريبا بس، والباقي كله ليه؟ نتيجه ان هو عنده بيعمل بقى ميكنه ويعمل طرق. ليه؟ لانه بينتج كميه كبيره تقوم تخليه يعمل سبيشال. المقارنه برضو انا مش عارفه اتخيلها يا استاذ منعم، المقارنه صعبه جدا ما بيننا وبين الصين. لا انا المقارنه انا ماليش دعوه بالصين، يعني الصناعه بهذا العدد، لو حضرتك بتتكلم عن الاعداد يعني المختلفه هنا بالملايين وهنا بالالفات، اللي ضعيفها هو الانتاج الكمي. أيوة. ولازم أيوة. الحل في الانتاج الكمي. ولازم الحكومه عليها ان تتدخل. يعني مش انا فرحان قوي بمرسيدس انها هتيجي، كويس جدا، انا اشجع هذا، وده كلام ده اولا ده ثقه جامده في الاقتصاد، وسياده الرئيس فعلا كان له اليد الاولى بعد ربنا سبحانه وتعالى في انه يجيب هذه الشركات. تمام، عايزين بقى نستغل هذا الكلام بقى، نستغله مش ان احنا خلاص نطبل ان احنا ده. لا ده احنا عايزين نستغله صناعيا بان احنا واي نوت، ليه ما احنا نحاول نعمل صناعه مغذيه للمرسيدس اللي جايه دي بمعونتهم برضو، يعني هم يجوا يعملوا تشيك، يعني يعملوا مراجعه على الشركات المصريه ويدوهم سيرتيفيك، يعني يخلوهم يبقوا مؤهلين انهم يوردوا المرسيدس مش عايز اقول ماركات بقى، احنا قلنا كل حاجه الحمد لله كل حاجة. خلاص يعني يعني هي دي النقطه، يعني عايزه اسال يعني بس دفاعا عن الصناعه وعن الصناعات المغذيه بالذات. يعني اكيد فهمت. اسال حضراتكم لو ممكن نحط روشته كده من ثلاث بنود، ازاي ممكن ننهض بصناعة أو شكل صناعة السيارات في مصر في ثلاث خطوات يا فندم؟ بسيطة قوي، يعني كتبناها كتير، ناس وافقت عليها وناس بتفكر فيها. أول حاجة لازم السوق المصري، ودي كانت نمرة واحد في الاستراتيجية اللي هو عملوها الألمان سنة 2005 لمصر، لازم السوق المصري يتسع ويتسع وينتشر. ازاي؟ لابد ان يحصل المستهلك المصري على سيارته بالسعر العالمي، لابد ان يحصل المستهلك المصري على سيارته بالسعر العالمي اللي النهارده كل الناس عماله تدوخ تجيب لي فاتوره مش عارف منين. هي السعر العالمي يعني ايه؟ يعني عايز السعر. استاذ رأفت نقاط بعد اذنك، لان احنا يعني يبقى اول حاجه يبقى اول حاجه لازم السوق يكبر جدا. نعم. عشان يوصل للسعر العالمي لازم التكلفه تقل جدا جدا. نعم. عشان التكلفه تقل جدا جدا لابد ان احنا هشيل جزء من موارد الدوله السياديه في المرحله ما قبل البيع. نعم. واجلها لمرحله ما بعد الانتاج وما بعد البيع. نعم.
في حاجة اسمها مرونة الطلب السعرية. يعني إيه؟ يعني مصر هنا تحسبنا لقينا أنه لما بزود السعر 10%، لما بزود السعر 10% الطلب يقل 18%، لكن لو نقصت السعر 10% الطلب يزيد 18%. يعني كل ما ينقص السعر الطلب مش بيزيد بنفس النسبه، لا بيزيد بنسبه ونص. تاني حاجه زي ما قال عمرو بيه، لابد ان الشركات العالميه هي اللي تيجي. ما فيش حاجه اسمه انه حتى مجموعه كونسورتيوم مصر هتعمل ايه الكونسورتيوم؟ انا بقول لك مصنع بمليار دولار هيعملوا فيه ايه ده؟ اشكر حضرتك. سريعا استاذ عمرو، في نقاط سريعه بعد هي زي ما قلنا كده، ان احنا نحاول نجيب الشركات الام الكبيره عشان هي اللي هتضخ استثمارات ضخمه وكبيره. لابد يبقى عندنا استراتيجيه لصناعه السيارات. يعني ايه؟ يعني مثلا نحط استهلاك العربيه الملاكي 20 سنه، العربيه التاكسي 15 سنه. احنا ما عندناش استراتيجيات دي عشان المصانع دي تشتغل. ما هو العربيات دي خلاص ليها عمر افتراضي، لازم تطلع من الخدمه يخش عربيات جديده. برضو التسهيلات والحوافز للمصانع الكبيره اللي جايه دي، مش يعني لازم يبقى ليها خطه وهي جايه عشان يبقى في تطوير. استاذ عمرو، استاذ عبد المنعم، سريعا. انا عارف طبعا انا اتزنقت كده اخر واحد. شوف حضرتك، انا عايز كل اجراءات اللي رأفت بيه وعمرو بيه قالوا عليها هي زي هعيدها هي نفسها. بس في حاجه لازم الحكومه تكون مع هذا وحاطه في عينيها صناعه السيارات وصناعه الصناعات المغذيه، انها مش تسيب كل شركه تعمل زي ما عايزه، لا، ان هي تكون حاطه في دماغها ان الهدف من كل الكلام ده مش ان ابيع سياره، ان انا اصنع سياره ولو بعد حين. كركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا. مشاهدين كرام، فاصل قصير، بعد هذا الفاصل تقرير خاص من داخل مصلحة سك العملة تقريبا الأولى في أفريقيا وفي المناطق العربية. بنتكلم أنه أول عملة مصرية كانت سنة 50. تفاصيل كثيرة من داخل ورش ومصانع سك العملة في مصر. بشكركم، إلى اللقاء.